السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخوتي أخواتي على القناة، مرحبا بكم معنا في فيديو جديدة بحول الله حول التركيبات والتصنيفات. إخواني الكرام، إن شاء الله عام موفق للجميع بحول الله، بعد التطورات اللي فتنا عليها وبعض المراحل اللي تعبنا فيها كامل كيف كيف، وأنتجنا بعض من التركيبات وطورنا في ذيك التركيبات وطلعنا يعني في الدم تاعها وأصبح وثبتنا كما نقولوا احنا الدم، أصبحت لدينا تركيبات جميلة لإنتاج طائر الرامبو. إخواني الكرام، راح إن شاء الله بحول الله ندخلوا في التصنيفات بحول الله، وراح ندخلوا يعني في واحد الهضرة يعني شابة بزاف، معلومات قيمة راح تستنى فينا إن شاء الله، خدمة شابة إن شاء الله بربي، مستويات عالية بحول الله من إنتاجنا طبعا ومن فضل الله علينا من المزرعة مباشرة. ربي يوفق الجميع بحول الله. حبيت نتكلم على هذه النقطة أيضا باش ما ننساش خوتي، بالنسبة للناس اللي راهي تسقسي عليا، رانا شوية غايبين هذه الفترة عن القناة وعن التصوير، وهذا نظرا لظروف جد خاصة. نتمنى من ربي إن شاء الله ثم تطلبونا ربي إن شاء الله يسهل لنا، يكون التسهيل إن شاء الله. وعام سنة عندنا ما نصوروا، عندنا ما نهضروا، وعندنا ما نديروا بحول الله. خوتي العزيز، راحين ندخلوا من المزرعة وراحين نتفرجوا على بعض الطفرات ونتكلموا بالأخص على طائر الرامبو. طائر الرامبو خوتي هو الشغل الشاغل تاعنا عام سنة بإذن الله. ما تراطيوش خوتي، واللي حاب يخدم معنا روحو يتفضل معنا، جيم يترك البصمة تاعو ويصلي على الحبيب مصطفى عليه الصلاة والسلام في كومنتير، هذا الشيء راح يفرحني خوتي باش نصور لكم وللمزيد من الفيديوهات بإذن الله. بالنسبة للناس اللي تربي لي زامستير أيضا، رانا يعني بديناهم في الشهر اللي فات في رمضان، ورجعنا يعني ديزي ليفر في زامستير الحمد لله رب العالمين. من كوبلة واحدة أصبحنا في مزرعة للزامستير، وأصبحنا يعني الإنتاج تاعنا أصبح يعني إنتاج جميل جدا. أيضا أصبح عندنا الدم يعني تاع ليزامستير ألبينوز يوروج، دم قوي جدا، يوفر لنا إنتاج يعني ما شاء الله، وكل هذا بفضل الله عز وجل. يعني كل حاجة كما نقولوا احنا بإذن الله عز وجل، ربي إن شاء الله يوفق الجميع خوتي. ليموندارا ايضا طورنا في السلالات، وراح نصور لكم ان شاء الله سلالات شابين بزاف ان شاء الله خوتي يكون جديد. هذه بيريوطا ان شاء الله تعدي على خير. ظروف هكذا كورونا نصوره وماناش يعني نبتعدوا على القناة كاع واش كاين، باسكو الهواية خوتي ما تقدرش تبعد عليها حتى ولو تكون بصوالحك وحتى ولو تكون مشغول، تبقى دائما تتعامل مع الهواية تاعك، وهي اللي تسولاجيك، وهي اللي يعني كي تكمل خدمتك وقاعد تدخل ليها عندك يعني ما تدير وعندك ما تعمل. بلا خوتي ما تنسوناش ابوني في القناة اللي مازال ما ابونيش، تفعيل الجرس مهم جدا باش يعجبك الفيديو اول باول. اي سؤال ولا استفسار خوتي اتركوه في صندوق الوصف راح نجاوبكم عليه بحول الله تعالى. وايضا ما تنسوناش بصالح الدعاء. بلا ما نطولوا عليكم خوتي، ندخل مباشره الى الفيديو، ابقوا معنا خوتي.
بسم الله ما شاء الله تبارك الله. الفاون خوتي من إنتاجنا وبفضل من الله عز وجل، أحجام ما شاء الله ستاندر كبيرة، ربي إن شاء الله يوفقنا وتكون سرعة إن شاء الله ونبريزونطيوها خوتي. الآن نشوفوا هذا العش، بسم الله ما شاء الله تبارك الله، نبداو يفقسو. هادو ما خوتي جونوار ستاندر، جونوار خوتي بلاك شيك، حاجة ما شاء الله، ولي داو علينا أم يعرفوهم ويعرفوا السلعة كيف دايرة. مرحبا بكم خوتي، إن شاء الله تكون لابريزونطاسيون تاع السلعة إن شاء الله في اليامات اللي راهم جايين بحول الله. راه نشوفوا حاجة أخرى كما راكم تشاهدوا هنا معنا في العش إخواني أخواتي، بسم الله ما شاء الله، طيور زبرة من الطيور التي تلد بكثرة وبقوة، يعني قد ما توكلها مليح وقد ما تهلا فيها قد ما تعطيك إنتاج ما شاء الله. نمر القفص الثاني ونشاهدوا إخواني.